السلام عليكم، وتبارك الله على اللاعبيه ديال الرجاء اللي حمروا الوجه ديال المغاربه واللي واجهوا في الفينال واحد مدرب كبير. الكل كيعرف النجم العالمي بيب غوارديولا، وهو من خيرة اللاعبين والمدربين اللي عطاتهم الكرة الإسبانية. بيب غوارديولا كان لاعب أنيق في صفوف البارسا، وفاز معاه بعصبة الأبطال الأوروبية في 92 قبل ما يدرب الفريق الكتالاني ويفوز معاه بسداسية تاريخية عام 2009. 21 ديسمبر 2013 بايرن ميونيك كيواجه فريق الرجاء البيضاوي في نهائي كأس العالم للأندية، وهو يوم تاريخي غيبقى راسخ في أذهان الجماهير المغربية. وقبل غوارديولا جاءوا مدربين إسبان كبار المغرب، لكن كلاعبين وخصوصا الأسطورة ميغيل مونيوز اللي كانت عادل أمام أتلتيكو تطوان مع فريق ريال مدريد عام 1952، وما نساوش كذلك لويس أراغونيس مدرب المنتخب الإسباني اللي فاز بكأس أوروبا للأمم في 2008، واللي كان حرز على كأس محمد الخامس 1970 وسجل جوج ديال الأهداف في الفينال أمام الجيش الملكي. وبالرجوع للمقابلة ديال مراكش فيحظات بواحد الشرف كبير، وهو حضور جلالة الملك محمد السادس. فريق البايرن خساف دومي فينال غوانغزو الصيني، وكان عازم كل عزم أنه يفوز بهذا اللقب لأول مرة في التاريخ ديالو، وهو اللي حرز جوج ديال المرات على كأس القارات للأندية عامي 1976 و2001. ورغم الأداء البطولي لأصدقاء الحارس العسكري، فالفريق الألماني بالمدرب ديالو بيب غوارديولا استطاع أنه يفوز بالمقابلة بنتيجة 2-0. وهكذا بيّن فريق بايرن ميونيك أنه أحسن فريق في العالم في عام 2013، وفاز بيب غوارديولا باللقب ديالو رقم 16 كمدرب. ومرة أخرى كيبين اللاعب المغربي أنه بإمكانه يوصل لأعلى درجات التألق. أما بلادنا فأكدت أنها كانت دائما وأبدا قبلة لعمالقة الكرة العالمية. مع السلامة.